عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ الحقيقه الفيديو ده هو للبنات فقط، ولكن اي شاب حابب يتفرج كنوع من الثقافه العامه مفيش مشكله، ولكن انت مش هتستفاد حاجه طبعا، نظرا لان في بنات كتير جدا بعتت لي كومنتس ورسائل على البيج بتاعتي، ولا واحده منهم سالتني على لفه الطرحه بتاعتي، فانا هعمل لكم فيديو اشرح لكم فيه لفه الطرحه. الفيديو ده هو للبنات اللي لسه محجبه جديد، ولاي بنت بتفكر ان هي تقلع الحجاب عشان شايفه ان هي شكلها وحش بالطرحه. استني بقولك، استني بقولك، بعد الفيديو ده هو باذن الله هتغيري وجهه نظرك خالص، ان احنا هنشوف مع بعض لفات طرح كتير جميله جدا، وتقدري تختاري اللفه اللي تليق لتدويره وشك ولشكلك. دي اعتبروها مش طرحه ازني في شعري، وهنبدا نلف لفات الطرح عليها. اول لفه طرحه معانا اسمها لفه انا مستعجله قوي. لفه انا مستعجله قوي دي مش بنحتاج لها بندانة، ولازم الطرحه اللي نستخدمها في لفه انا مستعجله قوي تكون طرحه خامه قطنيه ما بتتزحلقش. تمام، بنجيب مع بعض الطرحه بالشكل ده. هو نبص مع بعض التكنيك، هنحط الطرحه كده، هنشد الطرف ده بايدينا ده ونفضل ماسكينه، والطرف الثاني بنقوم لفينه كده هو كده هو، ونقوم جايبين دي، يا اما بنعملها كده بندخلها كده، يا اما لو خايفه انها تتزحلق بنقوم مدخلينها خالص بالشكل ده. دي لفه ما بتاخدش معانا وقت خالص، اسمها لفه انا مستعجله قوي. دي تقدري تربطيها وانت نازله على السلم، وبتكون بالشكل ده برضك مش سيئه، وبتنقذنا دايما في اوقات الزنقه. فانا عن نفسي بحب جدا لفه انا مستعجله قوي. تاني لفه معانا اسمها لفه والله سوري واسالوا علي. لفه والله سوري بنستخدم فيها طبعا البندانة السوري، وطبعا يستحسن انها تكون لونها ابيض، ولكن انا ما عنديش، فهنستخدم دي عادي جدا، بنلبسها بالشكل ده هو. وبعدين بنجيب طرحه يستحسن برضو تبقى بيضه، وتبقى من نوع القطني اللي مش بيتزحلق والمطاط ده هو، بنجيبها بالشكل ده، بنلزقها بالشكل ده، بنلزقها على البندانة كده. وهنا مع بعض بقى نقطة مهمة جدا، انت دلوقتي عايزين لو هنحط دبوس هنا هو، فاحنا مش عايزين نحط الدبوس يكون خانقنا مش عارفين نتنفس، ولا عايزين نحطه يبقى واسع قوي، فعشان تظبطيه بالظبط على مقاس وشك فبنعمل ايه واحنا بنيجي نحط الدبوس؟ بنفتح بقنا بالشكل ده. يبقى هنا هنحطي الدبوس في الحتة دي بالظبط. ده التكنيك المظبوط للف الطرحة، يعني لو عايزين تاخدوا الأساسيات. لفة والله سوري واسألوا علي، دي اللفة دي لازم بتجيبيها كده، مش بتتنيها خالص، بتلزقيها كده، حطي الدبوس هنا في الشكل ده. بناخد الطرف الطويل بنلفه كده هو على رقبتنا كده، تمام، وبعدين بندخل كل ده تحت القميص. اهم حاجه ان احنا نفرده كويس تحت القميص، اول حاجه اللي احنا لابسينها، وبنقفل اخر زرار بالشكل ده اهو. انت كده تقولي والله سوري كله هيصدقك، لك والله كتير اشتقت لك. طبعا لفه والله سوري من اللفات اللي انا برضو بعزها جدا، لدرجه اني مش بعملها خالص. تمام، اللفه اللي جايه معانا اسمها لفه والله ما قادره. لفه والله ما قادره بنستخدم فيها البندانه اللي هي دهيا اللي بتبقى واقفه، وبنربطها كده من قدام وننزلها بردك تحت القميص، وبعدين بنستخدم طرحه برضو ما بتتزحلقش، نوع ما بيتزحلقش، بنحط الطرحه كده ونقوم مدخلينها في البندانه كده، وبعدين بتجيبي طرف الطرحه وبتقولي والله ما قادره، تقومي عامله كده، وده بيكون الشكل معانا. طبعا لفه والله ما قادره لفه مريحه جدا، ودي لو تاخدوا بالكم اللي انا بعملها في معظم الفيديوز بتاعتي. اللفه دي طبعا حلوه جدا لكل البنات الكسوله. اللفه اللي جايه معانا اسمها لفه الصداع هيفرتكني. لفه الصداع هيفرتكني بنستخدم فيها البندانه السوري او بالشكل ده، وبنجيب طرحه طويله بالشكل ده، بنخلي النصين قد بعض، بنلف الطرحة لورا، بنعكسهم كده، بناخدها كده، وبعدين بنعمل ايه؟ بنقعد نلفهم كده على بعض، واخدين بالكم معايا؟ وبعدين نلفهم كحكة، ها؟ تقوم مدخلها كده. طبعا لفة صداع هيفرتكني، اللفة دي طالعة موضة جدا الفترة دي، وفي بنات كتير جدا بتلفها، ولكن أنا كآلاء يعني على المستوى الشخصي أنا مش بقتنع ومش بحب لفة صداع هيفرتكني، خصوصا في وجود بنادول اكسترا، فأنا مش بفضلها. في لفة تانية شبهها اسمها أنا مصرية والدنيا جاية عليا. لفة أنا مصرية دي بنطول جزء ونقصر جزء، واخدين بالكم معايا، بنرجعهم برضو ورا وبنربطها، تمام، وبعدين انت بتبقي عامله شعر الكحكه، فبتاخدي الحته الطويله وبتلفيها على الكحكه، تفضلي تلفيها على الكحكه، تلفي على الكحكه، واخدين بالكم معايا،
تلفي كده وتقومي مدخلاها كده اللفه بالمنظر ده. طبعا الكلبوبات بيسموا اللفه دي اسبانيش، ولكن هي اصلها اسمها انا مصريه والدنيا جايه عليا. كل ما تبقى الدنيا جايه عليكي اكتر بتجيب الطرح عليكي اكتر. طبعا برضو يعني انا ما بفضلش اللفه دي. اللفه الثانيه اللي معانا دلوقتي اسمها لفه الطرحه غاليه. لفه الطرحه غاليه دي احنا مش بندخلها تحت القميص خالص، مش بنبرمها، مش بنداريها، احنا حابين نفرج جمالها للناس. فاحنا بنحطها كده برضو ايه كده، بنحط دبوسنا الجميل بالطريقه اللي احنا ايه اتعودنا عليها، ونقوم فردينها كده وعاملينها كده ليه، بحيث ان تبقى الرسمه والنقشه كلها باينه واضحه قدام الناس كده، تبقى بالشكل الجميل ده هو لفه الطرحه غاليه. ومعانا دلوقتي لفه الناس كلت وشي. لفه الناس كلت وشي دي الحقيقه يعني لفه متعبه شويه. انت بتجيبي طرحه وبتبداي تقربيها قوي كده من حواجبك، تمام، ومش بتتنيها برضو، بتمشيها كده شبه ايه، شبه لفه ولا صوري واسالوا علي. ها تجيبيها كده اهو، التكنيك بتاعنا الجميل. بعدين بنلفها كده اهو، بعدين بنجيب حته من هنا وحته من هنا ونطلعها على اللغد. اللفه دي بتبقى حلوه قوي للي عندهم لغد كبير او للي هربانين من اي احكام. طبعا اللفه دي انا كنت بحبها جدا وانا صغيره، كنتش بلف غيرها اهو بالشكل ده. اللفه الثانيه معانا اسمها لفه المشنقه. لفه المشنقه ممكن نستخدم فيها البندانه السوري او البندانه دي، برده مفيش اي مشكله، بس انا افضل دي لسبب، لان انت ايه برضك بتخنقي نفسك بيها الاول. وبعدين بنجيب معانا طرحه، ويا ريت تكون قماشه اللي هي بتخنق لوحدها. بنعمل ايه بقى، بنجيب طرفها خالص، طرفها خالص تمام. معانا بقى الطرحه دي كلها هنعمل بيها ايه، بنبدا نلفها حوالين رقبتنا بالشكل ده، ونقوم جايبين بقى الحته الطرف الاخير ده ونقوم مدخلينه كده كده. ليه بقى؟ طبعا دي بتشديها كده خلاص. لفه المشنقه دي بتبقى حلوه جدا لو رايحه اي حاجه انترفيو او اي حاجه فورمال، يعني بيبقى شكلها جميل معانا، ولكن مش طايقه نفسك كده. ولكن زي ما قلت لكم احنا بنستخدمها بس في الاوقات اللي هي الايه الفورمال اللي احنا بنبقى مضطرين ليها. معانا لفه كمان للطرحه اسمها لفه الفراغ قاتلني. طبعا لفه الفراغ قاتلني دي في الاوقات عكس تماما لفه انا مستعجله قوي. لفه الفراغ قاتلني الاول بنلبس بندانه من اللي هي سوري او اي بندانه اللي هي بتبقى لازقه كده في خلقتك، تمام، وفوق البندانه دي بنلبس بندانه ثانيه واقفه هي كده ونربط فراغ بقى. وبعدين بنجيب معانا طرحه بنتنيها حته مظبوطه قد بعض بالظبط، ويا حبذا لو نقيسها بالمسطره. بنخلي الحته اللي هنا قصيره، بنظبطها بالظبط على الحز الابيض. شوفوا خطواتها كتير ليه؟ عشان الفراغ قاتلني، لعلمكم خطوه فتحه البق دي اهم خطوه، يعني اللهم اني بلغت. فاي لفه طرحه الحته القصيره دي هي بنمسكها كده نمسمرها في راسنا بحيث ايه ما تقرفناش. بعدين بنجيب بقى الحته الطويله بنعمل فيها ايه بقى، بنجيبها بقى بدقة شديدة نخبي بيها الحتة اللي احنا مسمرناها فوق، ونجيبها قريب كده قدام. ها نجيبها قريب ونقول بدقة. بعدين نقوم جايبين الطرف اللي بره ده خالص ومشدينه بالشكل ده، يبقى عامل معانا كده. نقوم ايه جايبين دي كده ودي كده ومسمرينها من هنا، ونظبط السبعة بالظبط مع الزراير. طبعا لفة الفراغ قاتلني بتاخد مننا وقت طويل، ولكن في الاخر النتيجة بتكون بالشكل ده. اتمنى يا بنات اكون فدتكم، واتمنى تقولوا لي انهي لفه انتوا بتحبوها. طبعا لو هتاخدوا رايي كالاء فانا بنصحكم جدا بلفه والله ما ادري، لفه جميله جدا وسريعه وفي نفس الوقت شكلها لطيف. طبعا لفه انا مستعجله قوي دي لفه ما يختلفش عليها اتنين. طبعا يا بنات اي استفسار عن اي حاجه في البشره في لفات الطرح في اي حاجه تخص البنات يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات وتبعتوا لي في الرسائل، وباذن الله هتندموا. السلام عليكم.